السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج نقاش. اليوم بنتكلم عن المستشفيات، اليوم بنجيب خبابيركم اللي تسوونا داخل واللي تسوونا برا وكل شيء. والله مهما عانينا ومهما شكينا على قولت شيوبه حقنا مغني جنب صنق. قال دكتور تعبان حالته حاله ولا هذا النوم لا يروح مدرسه. دكتور عبد الله عندك دكتور انا ارد عليك اسالك بالله دكتور والله تعبان حالته حاله ويمين بالله لا يروح مدرسه ولا يرقد ولا حاجه له يومين انا قتل باقي يوم. ايش في بالك؟ دكتور تعبان ايش باقي يسوي عندك؟ دكتور تعبان؟ طيب شرب زبادي؟ شرب منفعش. منفعش؟ دكتور كيف بس اقول لك كيف دكتور؟ دكتور اللي فوق الساعة 3:30 الآن شوف احنا لا شوف بالورقة نظام احنا ايش 3:30 3500 بتزيد بها قليل 4000 ريال بتوصل الساعة 4 انا ولا معي ريال والله العظيم اقسم بالله معي 200 300 ريال الحين بخلق لك هذا والله ما فيش والله روح طيب رايك دكتور والله انا بحرقه حرق ايش يا هامبو يعني ما 200 ايش دي داوي ورا طالب اصلا ادرس مجمعاتنا ما ادري ايش لسه مننا مجمعات برغم انها فاضيه لا معدات ولا دكاتره مستشفياتنا تقسم قسمين القسم الاول يوديك مقبره ابو حربه والقسم الثاني يوديك مقبره القطيع تعرفوا ليش يموتوا لانه ما فيش رقابه على حقوقنا وما فيش دكاتره اي ما فيش دكاتره لا غيركم اللي لابس له لكن انا لابس بس مش دكتور الممرضات او الممرضات لو انت مريض وحالتك حاله وشي حد يسعفك تجي لك ممرضه تقول لك ما معناش إبر وما معناش شاش طيب انت حالتك حالك كيف بتجيب دي الطلبات صرف ماليش داخل حسبنا الله ونعم الوكيل انتوا قربوا تدخلوا المستشفى وتلاقوا اتحاد النساء داخل 20 ممرضه و16 منظفه جالسين يتشوهوا ويضحكوا تقول معاهم زغره والمريض يصيح وهم عود من طين وعود من عجين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم حسبنا الله على من سماكم ملائكه الرحمه من وزاد عليكم سماكم ملائكه الرحمه معانا مستشفيات حق ام الجن والله لو نسوي مسلسل تركي ما بنجيب ايش مستشفى الملكه هيا رنا الجمهوريه هيا هذه المستشفى راح تزور صاحبي الله لو وراكم ايش الدنيا حالتي حاله هناك صاحبي مقدوم فوق عاده حالتي حاله مدحله دي حاله وتزايط مزايطه وعارف المضاد حيوي يجيب الطرش والله انت انا مش مريض يجيب لك المرض ولا مستشفى الصداقه هذول وحده تدي غيروا لنا يكفي بهذه المستشفى انك ما تروح عند الدكتور يجي يقول لك تعال عند العيادة وأنا بشوف لك إيش مرضك بالتحديد وطبعا قلتكم تعرفوا العيادة يشتريك حق الدخلة وحق الخرقة بندل أبو 100,000 ما بتكفيش دكتور لا مريض سليم إيش أسوي له يعني؟ تعالقوا عالقوا ما قال لك من دكتور ليش فين دكتور؟ دكتور فوق الساعة 3:30 الآن ما ينفعش الله دكتور خارقه كيف خارقك؟ ها بخارقك الان كم من دي؟ 7000 كيف ذا الكلام؟ كيف؟ راح اجلس ايوه ادخل دكتور حق الدكتور لك كيف؟ طيب خير ان شاء الله معنا واحد اللي شكله قبلنا 7000 كيف؟ دخل سريع دخل ولا مستشفى عدن لما يغلق بنسميه والله العظيم الله لا وراكم على مستشفى هذه المستشفى لي 8 سنين على ما بنوا دني كل سنه تقول سنه كل سنه تقول سنه قولوا بيصلحونه وهي ما فيش انا افتهم لي ليش مبنده افتهم لي ليش طولوا بالمشروع الروسي زادوا المستوصفات بحيث انه بكل شارع تلاقي مستوصف خاص بالله لو كان مستشفى عدن مفتوحه منو عاد بيروح مستوصفات خاصه مستشفياتنا تدخل ما اقولكش خلق لي يفترس الصفافة ما تقدرش تفرق بيني وبين الفار أما النامس زي الهليكوبتر أما الدبابي زي اللي قبل الحلقة الأولى أيوة المستشفيات الخاصة أستوى واحد يخاف يروح عندهم لأنك تروح عندهم بمرض تروح ب 12 مرض شوف هو عمدك على الإعلان اللي تسويه المستشفى مستشفى تقول لك إذا عندك ملاريا أحصل على روماتيزم مجانا في إعلان مستشفى تانية تقول لك
وداعا لمرضك استبدله بمرض اخر. وفي مستشفى تيتي تيتي تروح تتخزق من فوق ومن تحت وانت زي ما انت يا مريض، اختار لك يا مريض. قول لهم يا محسين ميغاش. وفي مستشفى تدخل مرافق تخرج مريض، ولا مستشفى اي هذه شعارهم، كل نفس دائقة الموت. عرض واحد صاحبي راح مستشفى خاصة، قال له لازم تتعالج برا لانه في بك سرطان. صاحبنا طلع برا، طلع في بومتنا. شوفوا هذا الفيديو. طبعا هذا واحد من ملايين الشعب. انا عبد الله محمد طيب، من سنة 94 وانا تعبان وانا بذل المرض، ما قدرت. لما الحين تشتي اصحاب الخير وانا قريب اشتي اصحاب الخير ساعدونا، ما معيش شوف بيتي كيفي، قريت اباب على الكهرباء ما قدرتش اتباب على الكهرباء من الفقر حقيقي والتعب. وانا اشتي اصحاب الخير يتابعوني ويدوني، وانا رحم الله هذا الكرت حق حق المصحف. كيف وهذه الورقه الثانيه، عدنا تابع بعد تقرير كبير ولا اقدر. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا واحد من سكان عدن، وكلكم شفتوا هذه الحالة. اللي يحب يساعده يتواصل معنا على صفحة البرنامج في الفيسبوك. اسم الله موت يا مطرم على رئيسكم، قوموا لأخذ بيوتكم. ما أنا فين أروح البيت تقول لي على الدكتور على الدكتور؟ رايق ولا الساعة خام تلم 5000. خمسة ألف مالك زيد بن مستاع. اللهم خمسة ألف خمسة مالك. إيش بتجيب لي بالفرصات بالمانيا؟ وان بان بان إيش خمسة ألف؟ خلاص بمر واحد سحب ما روح إيش عشت منك قدرت تعافي. الله معك. هاي روح. وفي نهاية الحلقة أتمنى أن الحلقة نالت إعجابكم. اللي ما شاف الحلقة الأولى يتابعه، واللي ما شافش الحلقة الثانية كمان يتابعه، وما يقعش ما تسويش لنا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.